فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله عز وجل
يعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام الخمس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث جرير بن عبد الله المجدني قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الزكاة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبالهم
زعيم شاحبين وظالمين جزاء النكار تحرق به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عديت زكاته لا يسمى كنز. إلى خرج الزكاة ديالو ما يسمىش كنز. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقه إلا جاءت يوم القيامة صفائح من نار يحمى عليها فتكوى فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، وكلما بارت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. أمر خطير جدا، خطير. هذا المنفى اللي أعطاك الله تعالى نعمة وأعطاه لي، أطلب منه بجوج ونصف مليار وفي السنة، ماشي في الشهر ولا في الشهور، في السنة، وما كتدي الزكاة ديالو ختمي، سيكون يوم القيامة صفائح من نار يحمى عليها فتكوى بها أيها المانع، يكوى بها وجنبك وجبينك، وكلما بردت أعيدت كما كانت. كم سنة؟ سنتان؟ 10 سنوات؟ ألا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم وكيف أن مانع زكاتها يعذب بها. معاشر الكرام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة ثعبى شجاع له زبيبتان يأخذ بلهزمتين أي بشدقين ويقول له: أنا كنز، أنا كنز، أنا كنز، أنا كنز. هل هذا المال أنت أخذتي به باش تخلص الزكاة ديالك؟ الأمر العظيم خطير جدا، يمثل هذا الكنز اللي أنت مرحب به ومخبيه وكاتب كاتب لا تطلع سره على الناس غريب، ما كتقوليش عنه، ماذا يصبح يوم القيامة؟ ماذا يصبح؟ يصبح شجاعا ثعبانا أقرع. قال أهل العلم: تساقط شعره من كثرة سمه، تساقط شعره من كثرة سمه، يأخذ بشدقي صاحبه بالفكين دياله، ماذا يقول له؟ أنا كنز، أنا كنز. لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والقرآن يصدق الحديث. معاشر الفقراء، وأخص من ذكر إخوان الأغنياء، إن الأمر جد خطير. معاشر الفقراء، اهتم الإسلام بأمر الزكاة وجعلها ركنا من أركان الخمس، وليس لجمع المال فقط، ولا لمن للخزانة خزانة الدولة فقط، ولا لإغناء الفقراء والمحاوج فقط، إن الإسلام اهتم بالمعطي اهتمامه بالآخر تماما. فأمر الزكاة، اهتمت الزكاة بالآخر، الفقير يأخذ حق الله تعالى، هل ضاع المعطي؟ وش المزكي لما بيخرج المال يضيع؟ حاشا، ما يضيعش. فاهتمت الزكاة بالمعطي كما اهتمت بالآخر تماما. إن
فوائد. من أهم هذه الفوائد أعظمها أن هذا المعطي يشفى من الأنانيين ومن الأثر ومن حب الذات ومن حب التبلد ويصبح حرا ليس عبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الرقيق. أيها النبي المؤمن، أنت عبد لله ولست عبد المال، فعندما تخرج زكاة مالك تتحرر من عبودية الدرهم والدينار والرقيقة كالشراسة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكرها مرتين في سورة الحشر وفي سورة التداوي: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخي الكريم، أخي الغني، إنك لما تطيع ربك في إخراج الزكاة فإنك تشتري نفسك، فإنك توكل على الفلاح، فأولئك هم المفلحون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح عندكم، إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملكم على قتل أنفسكم وعلى استحلال محارمهم. شح يقول بلجنس خير إسلام وحيد وبخيل. البخل يدي بلاش القتال ويدي بلاش لاستحلال المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الغني، إنك عندما تخرج زكاة مالك فإنك تشتري نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخي الغني، إنك عندما تخرج زكاة مالك فإنك تتعود على فعل جميل وأمر جليل، تتعود على الصدقة. ألا تؤمن بعين الفقير؟
فإن شكرت كن على يقين أن الله تعالى سأل يزيده ويزيده. وفقر الله إياكم من الخير والحي لا إله إلا الله. فادعوا مصر الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفقراء، اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل في فناة من الارض سمع صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان. سمع صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان. فانحازت السحاب فأفرغت ماءها في أرض فإذا شرج من شراج شكرا.
وصلوا وسلموا على بشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الانور جميل الازهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين صلى الله عليه الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عني معه. اللهم صل دينا كتابا سنه النبي وعباده الصالحين. اللهم انصر امير البلاد. اللهم انصر امير البلاد نصرا واسرارا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعين على علوم الدنيا ولكن من الكفار عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. بعد ماضي النجاة المجيدة الأيام صلى الله عز وجل ان يشفيها. اللهم اشفها وعافها وسقمها. اللهم انها دم الخير من دمها وعظم الخير من عظمها ولحم الخير من لحمها انك من ذلك القدر عليك. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. اللهم اغني فقراء المسلمين جميعا. اللهم وفق اغنياء المسلمين ان يردوا صدقاتهم على اخوانهم من الفقراء انك من ذلك القدر عليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حصة انك كثير من الصدق القصر غادي نحول الخميس ما تبقاش الصدق في اليوم الخميس ان شاء الله. ربي يحفظ معنا الخميس التجي ان شاء الله.